بعض الإخوان يقومون بالرد على جوالاتهم أثناء الشرح، هل هذا موافق لطلب العلم والتأدب مع العلماء؟ هو فتح الجوال في المسجد هذا خطأ. الواجب على المسلم أنه إذا أراد أن يدخل بيتاً من بيوت الله للعبادة وذكر الله وطلب العلم أنه يغلق الجوال حتى لا يشغله ولا يشغل من في المسجد، يغلق الجوال حتى يخرج من المسجد، لأن المسجد ليس محلاً للمكالمات والاتصالات. أن جاي تتصل بالله عز وجل، ما جيت للاتصال بالمخلوقين، فأغلق الجوال وخلي اتصالك بالله عز وجل إلى أن تخرج إلى الشارع، عند ذلك تفتح الجوال.